يا دكتور، ايه هي اسباب الفجوة بين الاباء والابناء في سن المراهقة؟ الحقيقة إن المشكلة بتبدأ مش من سن المراهقة، المشكلة بتبدأ من النشأة بتاعة الطفل. صحيح. نشأة الطفل لو كانت النشأة التربية سليمة، التعامل بين الأب والأم وبين الطفل مبني على التفاهم، احترام الرأي، الأفكار المتبادلة، الإقناع. في الوقت ده الطفل اتعود من صغره على إنه هو بيكون بيتعامل بأسلوب منطقي مقنع. المشكلة ان دايما الاب والام بيستسهل ان هو يكون بيضغط على الطفل من هو صغير، مش بيفهمه، مش بيقنعه، فاصبح الحوار بينهم مش اكتر من انه انا بفرض رأيي على الطفل. بالفعل. الطفل بيبقى مضغوط نفسيا من وهو لسه طفل لانه بيعمل شيء هو مش مقتنع بيه. صحيح. فالطفل ما بيصدق يوصل للسن بتاع المراهقة، فده اول سن بيقدر يقول فيه كلمة لأ بحرية، لأن بيبقى الطفل شايف نفسه أنه كبر، حجم جسمه كبر، فهو شايف نفسه أنه هو خلاص، يعني أنت بتعتمد على قوتك في التعامل معايا، بتفرض رأيك وسلطتك، أنا دلوقتي قادر أقول لك لأ. صحيح. فمن هنا على طول أول ما بيبتدي يقول يقدر يقول لأ بيبتدي على طول يقول لأ، ولأن أصلا أسلوب التفاهم والحوار والإقناع بين الوالدين وبين أولادهم مش أسلوب حواري لكن اسلوب ضغط الزام. انا مش بحترم فكر الطفل من هو لسه بيبي، مش بحاول اتناقش معاه افهمه. طبعا الالزام شيء مهم جدا، بس الالزام اللي مبني على اقناع.